في محورنا الأخير التطورات الساخنة في لبنان. دعت دول خليجية رعاياها في لبنان للمغادرة الفورية وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترات أمنية. ووجهت السفارة القطرية في لبنان مواطنيها لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد أحداثا والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة في البلاد. كما أصدرت سفارة سلطنة عمان في بيروت بيانا دعت من خلاله المواطنين العمانيين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بجميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وذلك بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة. كما طالبت البحرين رعاياها بضرورة مغادرة لبنان، وحذرت الموجودين هناك من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا. وفي بيان لها، طالبت السفارة الإماراتية في بيروت مواطني الإمارات بالتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان والذي صدر في وقت سابق. بدورها طلبت الكويت من مواطنيها توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة. يأتي ذلك بعد أن طالبت السفارة السعودية في لبنان أول أمس الجمعة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. حول هذا الموضوع رحب مجددا بتوني بولوس صحفي من بيروت، أهلا بك معنا مجددا. سيد توني، على الرغم من قلق دول عديدة وطلب سحب رعاياها من لبنان، خرجت تطمينات من ميقاتي بأن الوضع الأمني جيد. ما الذي يجري في لبنان حتى جرت هذه الأحداث؟ نعم تفضل. تفضل سيد توني، تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي من بيروت توني بولوس، شكرا جزيلا لك، وربما سنعود الاتصال لاحقا لكي نتحدث أكثر عن ما آلت إليه الأمور حتى دعت دول خليجية رعاياها في لبنان للمغادرة الفورية وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترات أمنية، حيث دعت وحدثت عدة دول ووجهت أيضا السفارة القطرية في لبنان مواطنيها لاتخاذ الحيطة وأيضا الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد أحداثا والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المتعلقة والمختصة في البلاد. أصدرت أيضا سفارة سلطنة عمان في بيروت بيانا دعت من خلاله المواطنين العمانيين إلى توخي الحذر والتقيد بكل الإجراءات الأمنية اللازمة. أيضا السعودية بدأت بهذه الإجراءات وطلبت من رعاياها مغادرة لبنان بشكل فوري وتوخي الحذر، وهذه التطورات جاءت بعد أحداث مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي جرت هناك. يبدو أننا يعود إلينا مجددا توني بولوس عبر الهاتف الصحفي من بيروت، مجددا أرحب بك. سيد توني، حدثنا عن مجريات وتطورات الأحداث التي جرت بالفترة الأخيرة والتي دعت عدة دول لسحب رعاياها من لبنان، تفضل. يعني بالواقع كنت أقول أن الدول الخليجية الستة عندما اتخذت القرار بمنع رعاياها من القدوم إلى لبنان أو اتخاذ الحيطة والحذر، أتى ذلك بالتزامن مع تطورات أمنية تشهدها البلاد ولا سيما في مخيم عين الحلوة، حيث أن الأمور تتفاقم هناك بالرغم من أن هناك هدنة مؤقتة تشهدها الساحة، إلا أن هذه الهدنة هي مشروطة بتسليم الفصائل الإسلامية المتطرفة ل 11 شخص تقريبا تطلبها منظمة حماس، أو فتح تقول أنها هي من قامت بتنفيذ عملية اغتيال بحق القائد في القوى الأمنية المشتركة الفلسطينية، وبالتالي هذا الهدوء مرحلي. انطلاقا من هنا تتخوف هذه الدول من أن تشهد المرحلة المقبلة
عودة وتطور الأمور وتسلط الأمور خارج المخيم، أو ربما تصاعد الأمور في مخيمات أخرى. هذه من نقطة، ولكن من في نقطة أخرى حسب بعض المعطيات هناك تخوفات لدى السفارة السعودية تحديدا، وخشية معلومات عن أن إمكانية أن تقوم بعض الجهات بخطف مواطنين سعوديين لأسباب متفرقة، ومن هذا المنطلق وحفاظا على مواطنيها دعت السفارة السعودية بداية الأمر في هذا الاتجاه. وأيضا يمكن قراءة الموضوع بشكل أوسع إذا أردنا أن نقارب القضية من ناحية إقليمية، فجولة كأني في المنطقة في سوريا وإمكانية دخوله إلى لبنان يعني أن هناك إمكانية معينة لاستخدام الجبهة اللبنانية كما حدث سابقا، سواء إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل أو حتى إمكانية اعتداء على منشآت ومصالح أمريكية أو عربية في البلاد. ومن هذا المنطلق اتخذ القرار بهذا الشكل حفاظا كما أشرنا على حياة المواطنين، وحتى لا تكون يعني اي يعني ذريعه لل يعني التعدي، وحتى ايضا لتكون يعني نوع من رساله للسلطات اللبنانيه لتتخذ كافه الاجراءات الممكنه، سواء في الضغط باتجاه اعاده الاستقرار في المخيمات وضبط الامور، او حتى في الحفاظ على المصالح العربيه والدوليه في البلاد. شكرا جزيلا لك توني بولو الصحفي، كنت معنا من بيروت، أشكرك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. مشاهدينا ختام سوريا اليوم، تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.